السلام عليكم، انا سميتي محمد بحري من سينسيناتي اوهايو. جيت باش نساند المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله مربوحه. عندنا لعابه مزيانين، عندنا مدرب مزيان، وان شاء الله غادي يكون غير الخير. وقبل ما نهضروا على المنتخب، تنتمناو الشفاء العاجل لخونا ولدنا امين حارث، الله يشافيه في هذا النهار هذا. وانا عندي الثقه الكامله في الطاقم التقني تاع المنتخب، من الركراكي وبن محمود راشد بن محمود، واللعبه ديالنا تبارك الله راه في جاهزيه، وعندهم المونتالمون صحاح، وعندنا الجمهور واعر تبارك الله. وحنا جينا تبارك الله شي 15 لواحد من هل من المغرب، هل من الامريكان، هل من هولندا، هل من سميتو اللي صحابي تنعرف شي 15 واحد تبارك الله. هادشي اللي كاين، وتلاقينا ان شاء الله مع الاخ المعروف محمد الجامعي، لا في امريكا ولا في المغرب ولا حتى في المانيا، حيت هو اول واحد دار الفوتسول في المغرب بشهاده الجميع. وقيل من 1900، نهار دزت انا في 1970، وقيل هو دار في 1971، واجاكس كونترا هو المؤسس ديالها. وانا فرحان ليه انه ان شاء الله غادي يعاود ياسس، ولا غادي يعاود يكمل على الخدمه تاعو، حيت خاصنا فرقه اجاكس نقصنا مع عمرها ما تموت. الله ان شاء الله نتمناو نربحوا هذا، ندوزوا للدور الاول ونهديوا لخونا ولدنا امين حارث. وتنطلب من الجماهير المغربيه تكون عند الوقت تاعها انه نكونوا سيفيليزي، اننا ان شاء الله نشجعوا المنتخب من دقيقه واحد حتى دقيقه 90. ونتمنى ان شاء الله غادي ندوزوا للدور الثاني مع المنتخب الوطني، غادي نربحوا الماتش الاول 2-1، غادي نتعادلوا 1-1 مع بلجيكا، ونربحوا 1-0 ضد كندا، وغادي نتلاقاو اما مع الصبريون ولا مع شي فرقه اخرى. المهم الصبريون غادي تكون ان شاء الله غادي نقدروا نديروا معها شي حاجه. هادشي اللي كان اخويا السي محمد.